طيب بكره نبتدي نتكلم على ماتش بكره شويه، وتقول لي كده من وجهه نظرك انت قلت يعني مقتنع ان موسيماني ما غيرش طريقه لعبه، لو تقول لنا التشكيل الامثل من وجهه نظر كابتن هاني العجيزي لماتش بالميراس. هو مش هيغير طريقه اللعب، هيلعب بنفس الخطه تقريبا او نفس التشكيل، مش نفس التشكيل، نفس التكتيك بتاعه اللي هيشتغل بيه، هيلعب ب 4 2 3 1. مع ان كنت يعني كان بالنسبه لنا كان اسهل ان انت تلعب 4 3 3 في ماتش بايرن، يعني دي كانت انسب خطه بصراحه. يعني هو في الراجل برده فاجئنا، مستر موسيماني فاجئنا بوجود قفشه ووجود كهربا، لان كهربا الماتش اللي قبله بتاع الدحيل ما كانش موجود. ف وبواليا كان ماشي كويس، يعني كنا كلنا متوقعين ان بواليا يبقى موجود. الراجل بدا يثبت نفسه. يمكن كهربا اسرع شويه من بواليا، يعني يمكن بواليا اقوى من كهربا، بس في الماتش ده تبقى محتاج سرعه اكتر من القوه ولا ممكن؟ بس برضو كهربا، يعني كهربا طبعا لعيب كبير ولعيب مهم جدا، لكن برضو ما كانش موفق بالمردود، او ما كناش مستنيين، كنا مستنيين منه مردود اكتر من كده. لكن هو طبعا ممكن عشان ما لعبش الماتش اللي قبله، فممكن حسيت المباريات كان بقاله فتره مفقوده شويه. فانت بتتكلم برضو يا محمد ان انت بتتكلم في بطوله حوالي 10 ايام، فان انت تغير في 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 بعض المراكز بكثره بيبقى صعب شويه. يعني انت لان انت عندك التشكيل بتاعك بتشتغل بيه، ممكن تغيير اضطراري مثلا زي علي معلول، ان انت ممكن تضطر ان انت تطلع واحد مثلا مصاب او واحد مجهد او واحد كذا، لكن ان انت تغير طريقه لعبك من مباراه في خلال ثلاث ايام دي انا شايف ان هي صعبه شويه. لكن هو برضه الراجل يعني مستر موسيماني هو اضرب حاله لعيبته طبعا، لان انت بتتمرن برضو في تدريبات وفي تمارين وفي حاله اللعيب عندك عامله ازاي في خلال الاسبوع ده. فانا انا شايف ان الراجل بيحط انسب ناس، ممكن يكون هو كان في دماغه حاجه معينه، وممكن يكون هو صح وممكن يكون غلط، لانه طبعا وارد ان هو يغلط وارد ان هو يبقى صح. فانا شايف ان الراجل يعني مستر موسيماني بكره يعني هيلعب بنفس الطريقه، مش هيغير، لان انت برضو تلعب ان انت عايز ميداليه، تلعب ماتش لازم تكسب، مفيش فيه تعادل، يعني انت لازم تكسب بكره ان شاء الله باذن الله. يعني وانا متاكد ان اللعيبه لو في حالتها الطبيعيه بتاعتها ان شاء الله هيقدروا ان هم نكسب ان شاء الله. انا هكلمك على المكسب، بس حط لي التشكيل الاول. تمام، هنبدا بالشناوي ان شاء الله. طبعا علي معلول لسه مش موجود، هيبدا علي اسبوعين ويرجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله. ياسر، بدر بنون، محمد هاني ناحيه اليمين، ايمن اشرف ناحيه الشمال. نص الملعب بقى، هو الكلام كله في نص الملعب، لان هو الماتش اللي فات برضو قعد يانج، والماتش اللي بتاع الدحيل قعد يانج برضو، فما اعرفش ممكن يلعب بكره ولا لا، بس اعتقد ان هو ممكن يبدا بالسوليه. انت تبدا بمين يا كابتن هاني؟ ما انا دي ممكن ابدا بخطه ثانيه خالص، يعني انت فاهم، يعني انا كل اسمع واحد اسمع منك، يعني اسمع منك. عايز تختبرني؟ لا مش هختبرك، لا ما اقدرش اختبرك. ازاي بقى؟ لا ما اقدرش اختبرك، بس اسمع وجهه نظرك طبعا. لا انا شايف ان ممكن حد من الاثنين، حمدي او سوليه، رايح بكره، لان طبعا عامل مجهود كبير الماتش اللي فات. ديانج برضو عنده العامل البدني عالي شويه، قوي. ممكن ان هو يبدا المباراه ممكن مكان السوليه، لان السوليه برضو الماتش اللي فات جري كتير، عمل مجهود كبير جدا، وكذا خد خبطات كتير جدا ووقع كتير. فتقريبا ممكن انا لو مكان اريح السوليه ابدا بديانج وحمدي فتحي. كهربا طبعا مش موجود، انا شايف برضو ان انا ممكن ادي لشريف، والشحات مش موجود، ممكن ادي لشريف ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، مش مشكله، شريف ممكن يلعب الاثنين. لكن هو افضل لما كان في انبي، الفتره اللي عملها في انبي اللي كان متواجد فيها في انبي كان كويس قوي من ناحيه الشمال. لان الراجل بيعمل حته الار 2 كويس، وبيقدر يشارع جول كويس جدا. طاهر ما عندوش مشكله برضو، ممكن يلعب هنا او هنا. شايف ممكن طاهر يلعب ناحيه اليمين، وقفشه وواليا. طيب